مواطن يدي في 3 ملايين يدخل السوق يدور يدور ويخرج يروح منين؟ يعطيها له الموال من جيبه، ما يعطيهالوش المول من جيبه، يخسر. واش راح يدير؟ الموال راهو في حيره والمواطن راهو في حيره. لازم الدوله تكون هي توقف الامر هذا يا ناس، المسلسل هذا ما نبقوش نعاودوه كل عام ونقولوا هاو كيفاش وكيفاش وكيفاش. لازم الدوله تحدد مسار الحكايه هذه. هي صرخه مواطن تشخص كل شيء، تشخص بدقه الوضعية الخاصة بأضحية العيد التي تخلق جدلا كبيرا وتصنع الحدث هذه الأيام في أوساط الأسر الجزائرية. هنا على مستوى بلدية الشريعة حيث سنعمل على رصد أجواء عمليات بيع وشراء المواشي ونحن على مقربة من عيد الأضحى المبارك، تابعونا. دخلنا هذه السوق على اعتبار أنها الأشهر على مستوى الشرق الجزائري، قمنا بملامسة واقعها عن قرب، رصدنا بدقة الرأي والرأي الآخر، رأي مواطن راغب في شراء أضحية بمبلغ زهيد ورأي موال يريد بيعها بما يتناسب والمصاريف التي خصصها لها. جيت كمواطن به نشري أضحية العيد نلقى الأسواق مرتفعة، ما قدرناش نشرو، نرعو ننتظروا أن الأيام القادمة ننخفض الأسعار في حال انه الاسعار تبقى بهذا الارتفاع واش تعمل انت؟ ما نقدروش نشروها، ما نقدروش. الزوال ما يعيدش مول اللي عند شهري 3 ملايين 4 ما يعيدش كيما المواطن تلقاه هذه درك 5 ملايين ومش خالص. بالنسبه لي انا موال ماهيش غاليه الغنم، على ماشي غاليه راني شاريها باسوام ونزيد لها مصاري، مثلا القنطار تاع مستورة ب 520 والشعير ب 520 والفصص ب 100,000 ومترشح حتى 120 فما فوق. الموال الانسان قد ما يبيع ما يسلكش، قد ما يبيع الموال ما يسلكش الموال. العلف غالي، الماء كلش غالي، والماء الناس راهي تشري فيه بالستيرنات. وبين المواطن والموال توجد معادلة صعبة التحقيق، معادلة أشبه بلعبة شد الأصابع التي يحاول كل طرف فيها الربح دون الشعور بما يعانيه أو ما قد يلحق الآخر من نتائج